هل يا أصدقائي معكم سامو؟ طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان، فيديو اليوم يا أصدقائي عنا تسريبات جديدة عن إضافة فرق ثانية غير الفريق الأزرق والفلام في تحديد زيرو جرافيتي تبع سنة 2023. طبعا يا أصدقائي كل هذا الفيديو حنتكلم عن هاي التسريبات وحنشوف لو الخبر صحيح ولا لا، وكمان عنا تسريبات مؤكدة من الأدمينز. فأو ماي جاد، فرق جديدة في زيرو جرافيتي، واو يا أصدقائي. فقبل كل شيء تابعوا مع الفيديو من الأول للأخير وحطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وبس يلا بينا نبلش بالفيديو تبعنا. فليتس جو. وطبعا يا أصدقائي زي ما بتعرفوا هذا حيكون هو الفيديو الثاني أو الجزء الثاني تبع تسريبات زيرو جرافيتي. طبعا الجزء الأول يا أصدقائي قلت لكم التحديث حينزل، طبعا لو ما شفتوا هذاك الفيديو لازم تروحوا تشوفوه، وخلال هذاك الفيديو يعني استرجعنا أجواء التحديث وقلت لكم الأشياء اللي كانت بالنسبة للناس اللي ما حضرت، وكمان قلت لكم موعد نزول التحديث الرسمي والمؤكد من PKXD وتسريبات مرة حلوة كمان بهذاك الفيديو. واليوم كمان عنا تسريبات عن الجزء الثاني وهو عن إضافة فرق جديدة في PKXD، وكمان حشارككم توقعات اللاعبين. فيلا نبلش. فيا أصدقائي زي ما بتعرفوا تحديث الزيرو جرافيتي هو متكون من فريقين بس بيتحدوا بعض أو بيتنافسوا على الكأس الذهبي، وهما الفريق الأزرق والأحمر. هذني الألوان اللي كانوا بطول السنوات الماضية سنة 2021 وسنة 2022، وما سابق لPKXD ضايفة فريق غير هذني الفريقين. فتمام، واحتمال يا أصدقائي هاي السنة PKXD حتضيف أكثر من فريقين، يس، عشان يا أصدقائي خلاص أتوقع الموضوع حيملوا اللاعبين. فPKXD كل مرة بتتطور وبتضيف أشياء جديدة، فاحتمال كبير هاي السنة أتضيف فريقين، وهذا الشيء اللي يا أصدقائي حنتكلم عنه في الفيديو هذا. ويس يا أصدقائي كمان الأدمن خلانا نتوقع هذا الشيء بنسبة 90%. فتمام يا أصدقائي، كمان يا أصدقائي قبل فترة انتشرت صورة، هاي الصورة انتشرت بشكل كبير فظيعي، الكل شافها والكل يتوقع انه رسمية من PKXD. هاي هي الصورة يا أصدقائي، اتوقع كلياتكم شايفينها، اكتبوا لي بالتعليقات لو شايفينها من قبل والأول مرة حتشوفوها. فهذه الصورة يا أصدقائي حتكون تصميم من أحد اللاعبين ومش من PKXD. أو ماي جاد، يعني واو، كل هذا التصميم وهالإبداع كله من لاعب أو شخص طبيعي مش آدمن ولا شخص بيشتغل في شركة PKXD أو من عمال PKXD. فواو والله إبداع مبدع هذا الشخص. فيا أصدقائي بالصورة فيها يعني كذا واجهة للعبة أول ما ندخل على التحديث شكله. يا أصدقائي زي ما عم تشوفوه هو موجود فعلا الفريق الأزرق والأحمر بس، يس، هذين اللي نعرفهم. أما الجدد اللي إحنا ما بنعرفهم ولا سابق لهم منازلين أصلا في PKXD هم الفريق هذا الأخضر والأصفر. فواو، تخيلوا يا أصدقائي معاي يضيفوهم PKXD عن جد، تمام، والله حيكون حلو. طبعا يا أصدقائي لو كان الخبر من جد فعلا، يا أصدقائي كمان الأدمن نشر تسريب أو تلميح، فتخيلوا معاي فعلا PKXD تنزلهم، واو ما بعرف إيش حختار. طبعا لو فعلا نزلت الفريق الأخضر ممكن أختار أخضر، صح؟ عشان يا أصدقائي ممكن الأغلبية حيختاروا الأخضر وممكن هو اللي حيفوز لأنه حيكون جديد، وأغلب شيء الناس حتروح على الفريق الأخضر لأن الناس دائما بتحب هيك التجديد والتنويع وما رح يختاروا يعني أشياء سابقة لها ودائما تنزل. فهذا اللي أتوقعه. فاكتبوا لي لو كان فعلا في فريق أخضر أنتوا وش حتختاروا. فلحد الآن أنا بعدني ما مقرر، ما أدري لو أنتوا مقررين وخلاص. فأوكي
طبعا التحديث يعني قريب اصلا، فلازم نبلش التجهيزات وحتى التسريبات قريبا حتوصلنا من PKXD. فالحين يا اصدقائي هاي الصورة المسربة ممكن تكون صح ممكن لا، ممكن يعني يكون حدا مثلا له علاقة ببيكاكس دي او بيعرف الادمينز او يعني هيك عنده تواصل مع اللعبة وعرف بهذه التسريبات وسوى مثلا تصميمات من عنده. اوكي طبعا يا اصدقائي شوفوا لي اللوجو، اللوجو يا اصدقائي مرة محترف. طبعا يا اصدقائي من خلال اللوجو بنشوف انه التحديث كله عن الطبيعة، يعني الفريق الأزرق كالعادة بيعبر دائما عن هذا، هو الفريق الأزرق بيعبر دائما عن البرق، أما الفريق الأحمر يا أصدقائي دائما بيعبر عن الفلام واللي هو النار، أما يا أصدقائي الفريق الأصفر واللي هو حيكون جديد شوفوا يا أصدقائي بيعبر عن الشمس هذيك. أوكي فبيعبر عن الشمس يعني طبيعي. أما الأخضر يا أصدقائي أكيد واضح لإيش بيعبر أو لإيش بيلمح. الأخضر يا أصدقائي بكل بساطة بيعبر عن النباتات ويعني كذا طبيعة صح؟ فيا أصدقائي هذه هي الصورة، وطبعا أنا أتوقع نسبة حقيقة هاي الصورة ممكن تكون حقيقية بنسبة 40%. أوكي حتى لو ما كانت حقيقية يعني الفكرة تبعها تكون حقيقية، يعني مو ضروري بيكاكس تنزل نفس الصورة هذه بالتحديث. وطبعا يا أصدقائي اللي خلى اللاعبين يشكوا أكثر ويصدقوا هذا التسريب أكثر هو هذه الملاحظة اللي نزلها الأدمن. الأدمن هاي المرة يا أصدقائي هو بنفسه نزل الملاحظة مش دريد بوي. طبعا يا أصدقائي هذه الملاحظة فقط حاطت قلب أخضر بس ما في إشي ثاني، فقط قلب أخضر. واو يعني الأدمن إيش يقصد بهاي الرسالة يا أصدقائي؟ غالبا الأدمن ممكن فعلا يكون عم يقصد إنه هالخبر صحيح وإنه حيكون في فريق أخضر بزيرو جرافيتي، أو يعني حيكون في فريق جديد بزيرو جرافيتي ومش الأزرق والأحمر اللي دائما عم ينزلوا. طبعا يا أصدقائي يعني 90% هذا الشيء هو اللي كان الأدمن يقصد فيه بالرسالة. قلت يا أصدقائي يمكن يكون يقصد يا أصدقائي مثلا شخصية جديدة تبع رينبو هاي، بس لا الرسالة نزلت أو وصلت هاي الملاحظة، الملاحظة نزلها يا أصدقائي الأدمن بعد ما نزل التحديث، وطبعا التحديث القادم حيكون مباشرة هو تحديث زيرو جرافيتي. وحتى هنا صار في هذا التسريب اللي صار بكريزي ران القفز العالي، هذا تسريب لزيرو جرافيتي على فكرة. فالملاحظة أو الرسالة تبع الأدمن كانت غامضة مرة، يعني مش زي دريد باي. مين بتحبوا يا أصدقائي أكثر في هذين التلميحات وهذين الملاحظات، دريد باي ولا الأدمن؟ صراحة عن نفسي دريد باي لأنه بيوصل على الأقل الفكرة، بس الأدمن لا والله يعني كذا الغاز صعب مرة يعني صعب، بس غالبا أكثر شيء يقصد فيها زيرو جرافيتي. وخلينا نرجع للوجو يا أصدقائي، شوفوا اللوجو تبع الفريق الأخضر هو النباتات أو أوراق الأشجار صح؟ وفعلا يا أصدقائي لو دورتوا أو أنتوا يعني حتلاحظوا أنه الأخضر دائما بيعبر عن الطبيعة وبيعبر عن النباتات، وحتى شوفوا PKXD يعني كذا الربيع كله أخضر وحتى الأشجار بالأخضر، يعني كل هاي الأشياء لها معنى بالطبيعة، وهذه أصلا معروفة يعني كل ما بتشوفوا أخضر بيخطر على بالكم أول شيء طبيعة ونباتات وربيع وكل هاي الأشياء الحلوة الموجودة بالطبيعة. وفي توقع يا أصدقائي من اللاعبين بيقولوا إنه ممكن PKXD تشيل فكرة الفريق الأزرق والأحمر وتخلي بس الأصفر والأخضر يعني بس، لكن يا أصدقائي ما أتوقع هذا الشيء لأنه الفريق الأزرق والأحمر هم الأساس تبع التحديث،
الأساتذة بعد التحديث، ومستحيل بيكاكسي تستغنى عنهم رغم التطور. يس يس أحس يعني ممكن يخربوا التحديث لو شالوهم. فغالبا يا أصدقائي حيخلوا الفريق الأزرق والأحمر وحيضيفوا عليهم الأخضر والأصفر عشان حيكون كأنه فريقين مع فريقين، فهمت شلون؟ بس والله هذا هو التسريب الجديد من بيكاكسي عن تحديث زيرو جرافيتي. إيش رأيكم يا أصدقائي، تحسوا هاي التسريبات كلها حتكون صح ولا لا؟ طبعا حننتظر كل هاي الأشياء علشان تتأكد لنا من خلال التسريبات والإيميلات اللي حتوصلنا قريبا من بيكاكسي، لأنه التحديث أصلا قريب. فلو تريدوا يا أصدقائي تعرفوا موعد نزول التحديث، روحوا شوفوا الفيديو أو الجزء الأولاني تبع تسريبات زيرو جرافيتي لسنة 2023، رابط تبع الفيديو حتلقوه بالتعليق المثبت. وبس يا أصدقائي حنتظر كل تعليقاتكم وتوقعاتكم تحت بالتعليقات، وححط عليها قلوب. فمع السلامة، باي باي، السلام.